نظمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ماراثون للدراجات احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، حيث يقام الماراثون بكافة محافظات الجمهورية. كما قام دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإطلاق شارة البدء، وذلك احتفالا بالعلاقات الثنائية بين مصر والإمارات ومد جسور التواصل والتعاون والإخاء بين البلدين. تابع المزيد في تقرير رؤوف عبد الحفيظ. نظمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ماراثون للدراجات احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. شارك في الماراثون أكثر من 100 مشارك ولاعب دراجات، وبمشاركة قيادات المحافظة ومديرية الشباب والرياضة والقيادات الشعبية والرياضية. والنهارده من شاطئ ميرد بمدينه الغردقه مهرجان الدراجات، ده على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ومرورا ده احتفالا بمرور 50 عام على العلاقات المصريه الاماراتيه، وبناء على توجيهات السياسيه وطبعا معالي الوزير اشرف صبحي كل الاهتمام بكل المشروعات القوميه المركبات القومية، بحيث نقدر نشجع على ممارسة الرياضة من خلال الاحتفال بالمشروعات القومية بالأعياد القومية. والنهاردة من شاطئ ميرد طبعا بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي في محافظة البحر الأحمر ان الايفنتات الرياضية تبقى من كل أماكن سياحية في مدينة الغردقة اللي تم تطويرها خلال السنتين اللي فاتت. طبعا واحنا من خلال الأحداث الفعاليات السياحة الرياضية اللي بتتم في محافظة البحر الأحمر خلال ال3 شهور اللي هي بتبدأ من 1/10 وتنتهي في 30/12، وحضراتكم كنتوا معانا في مهرجان الجري، مهرجان المشي اللي كان في الممشى السياحي الجديد برضو اللي تم تطويره وانتهى بنادي الرياضات البحرية، والنهاردة دي مهرجان الدراجات من شاطئ ميرد اللي تم تطويره برضو، وهننتهي برضو في منارة جميلة من منارات البحر الأحمر النادي الاجتماعي. احتفل بمرور 50 عام على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية اللي هي بتوضح مدى العلاقة القوية بين القيادتين السياسيتين في البلدين بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الإمارات الشيخ محمد بن زايد. والنهارده جاء تتويج الشعب بقى، العلاقه الشعبيه ما بين الشعبين، واللي احنا بنخطط من فتره قصيره للمهرجان ولقينا اقبال شديد على المهرجان. ده كله تحت رعايه السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والسيد اللواء الوزير عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر. والنهارده احنا نظمنا المهرجان بمشاركه اكثر من 100 شاب وشابة ونشأ، كانت دي فرصة ان نعمل حدث سياسي ونمزج معاه حدث رياضي، لان احنا عارفين ان الرياضة مهمة جدا، واحنا عايزين نوصل ان نخلي الرياضة جزء من حياتنا وجزء من ممارستنا اليومية. الماراثون يقام بكافة محافظات الجمهورية، وذلك احتفالا بالعادة ثنائية بين مصر والإمارات ومد جسور التواصل والتعاون والإخاء بين البلدين الذي يمتد لأعوام وعصور.